فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. لقي نجم كرة السلة الأسطورة الأمريكي كوبي براينت مصرعه في حادث تحطم مروحيته الخاصة في مدينة كالاباسس بولاية كاليفورنيا الأمريكية. وأكدت السلطات الأمريكية مصرع كوبي براينت مع 4 أشخاص آخرين إثر تحطم المروحية الخاصة باللاعب واندلاع حريق فيها. ويعد كوبي براينت صاحب 41 عاما واحدا من أساطير كرة السلة، حيث حقق 6 ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق لوس أنجلوس، ورابع أفضل المسجلين في تاريخ السلة الأمريكية برصيد 33,643 نقطة. وكشفت تقارير صحفية أن جيانا ابنة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت لقيت مصرعها في حادث تحطم طائرة والدها الخاصة، والتي أدت إلى وفاة 3 أشخاص آخرين بجانب براينت وابنته. وقال موقع تي أم زي الأمريكي إن جيانا ابنة كوبي براينت صاحبة 13 عاما توفيت في حادث تحطم الطائرة وهم في طريقهم إلى أكاديمية مامبا للتدريب على كرة السلة عندما سقطت الطائرة. وقال شهود عيان إنهم سمعوا أن طائرة كوبي براينت كانت تتمايل قبل سقوطها، وكانت طائرة نجم كرة السلة الأمريكي كوبي براينت قد تحطمت واشتعلت فيها النيران بعد هبوطها، وحاولت خدمات الطوارئ إنقاذ الأشخاص داخل الطائرة ولكن المحاولات لم تفلح. وتم تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحادث تحطم طائرة كوبي براينت الخاصة، والتي تظهر تفحم الطائرة بعد هبوطها الاضطراري. ويعد كوبي براينت صاحب 41 عاما واحدا من أساطير كرة السلة، حيث حقق 6 ألقاب في دوري كرة السلة الأمريكي، وهو أكثر المسجلين تاريخيا لفريق لوس أنجلوس ليكرز، ورابع أفضل المسجلين في تاريخ كرة السلة الأمريكية للمحترفين برصيد 33,643. وبعد حصده الكثير من الجوائز الفردية والألقاب في دوري كرة السلة الأمريكية للمحترفين، حصل الأسطورة براينت على جائزة أوسكار عن فيلم اعتزاله القصير عزيزتي كرة السلة، والذي عرض في يوم اعتزاله اللعب مع فريق لوس أنجلوس ليكرز، وهو يسرد فيه رسالة خاصة عن مسيرته الرياضية كتبها في عام 2015. وبات براينت أول بطل رياضي ينال جائزة في حفل الأوسكار، ليدخل التاريخ مجددا من أوسع الأبواب، وهذه المرة في حفل جوائز الأوسكار. وأودت كارثة تحطم المروحية بحياة كوبي براينت وابنته بعد ساعات فقط من تخطي ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز الحالي رقم نجم الفريق السابق براينت كثالث أفضل هداف في تاريخ دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. يا الله.